تحضرني يعني تقول آه لو تدرون عني من أكون لظننتم بي ألا فضلون آه لو تدرون عني من أكون لظننتم بي ألا فضلون ولا يقنتم بأني مجرمون عاش دنياه مجونا في مجون ولا يقنتم بأني مجرمون عاش دنياه مجونا في مجون آه لو تدرون آه لو تدرون آه لو تدرون عني من أكون الله يفتح عليك ما شاء الله الله يبارك في عندنا كذلك يعني ولله الحمد أنا أقول دائما إذا كان واحد استخدم صوته في مزمار الشيطان فهو أعزه الله عز وجل بأن كان جند من جنود الرحمن وخدم الدين هذا أنت ما شاء الله صوتك الآن استخدمته في طاعة الله وأسأل الله جل وعلا أن يجعلك تواصل هذه المسيرة الدعوية آمين يا رب لكن لا تحرمنا نبغى نسمع شيء من القرآن بإذن مقطع كذا يمكن الواحد يجلس بينه وبين نفسه دائما يردد مقطع كذا يؤثر فيه أو كذا لكن نريد أن نسمع شيء ولله الحمد يعني أسأل الله أن يجعلنا من أهل القرآن اللهم آمين يا رب وبالعكس يعني القرآن مهما تكلمنا فيه يعني ما راح نوفي حقه سبحان الله يعني الله يجعلنا ممن يتلونه حق تلاوته والله يجعلنا ممن يتلونه آناء الليل وأطراف النهار بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أنا العفو أنا كنت أقرأ آية أخرى لكن صوت رائع وصلى الله جل وعلا أشرف الخير والدعوة آمين. نريد قبل ما نختم أو نرسل رسالة للفنانين وغيره أبيك تعلق على صورتك هذه وأنت مع محمد العريفي في مزرعة أو نقول في بيت في بيت أنا أسميها المزرعة جزاه الله خير دخلت عنده مرة من المرات الله يزيده من فضله الله يرضى وأقول له وش المزرعة دي أضحك مع ما شاء الله الإخوان اللي كنا معنا فهو رجل شخصية محبوبة حقيقة للكل نسأل الله والله ما في شك وأنا أوجه له تحية يرفع قدره يعني بصراحة غمرنا الشيخ بعلمه وغمرنا ب يعني حنيته على سبحان الله يعني أقول أنا شخص يعني من ضمن ملايين الشخص اللي يعني ممكن يكونون تحت رحابة صدر جزاه الله خير ما شاء الله استقبل يعني الناس بالله. الله يزيده من فضله وأسأل الله أن يبارك يعني له في ماله وأهله اللهم آمين وأنا جزاه الله خير يعني فاتح بيتها للكل جزاه الله خير حتى في ناس تائبين أو كذا كان عندنا أيام أول الشباب من الشباب أتصل عليه جزاه الله خير والله ما مانع ولا مرة فأجي وأدخلهم بيتها ويستقبلنا وكذا فنسأل الله جل وعلا أن يسخرنا وإياه للخير والدعوة آمين أعلق على الصورة هذه لما كنت معه في الحديقة والله تعليقي فقط يعني الله يجمعنا كما جمعنا في هالحديقة الصغيرة يجمعنا في جنات عرضها السماوات والأرض اللهم مع من نحب ومع الصديقين والنبيين والشهداء والصالحين اللهم آمين يا رب أنت كنت في زيارة له هذا بعد الهداية والله كنا في زيارة كنا نتحدث عن كنا مع برضو يعني أنا كنت أعمل في مجلة أذكر اسمها ولا أي ما في مشكلة مجلة نون كان في لقاء الظهر عندك وكان في لقاء بيننا وكذا
طبعا استضافنا الشيخ في بيت الله يجزاه خير، ويعني تبادلنا أطراف الحديث، وكان فعلا حديث شيق ولا يمل منه. يعني ايش كنت في طرف السؤال او شيء؟ لا كنا نتكلم عن الحديقة أعلق عليها وانت مع الشيخ وكذا، فقلت ان جاتكم مجلة نور. والله كنت بضيف حاجة بس اني نسيتها يا شيخ. لكن الشيخ طبعا سبحان الله ترى عنده رحابة صدره مرة يعني جدا، يستقبل فيه الكل يعني جزاه الله خير، الله ما يرد أحد أبدا. الله يجزاه خير، الله يجزاه خير، وسبحان الله يعني الله سخر وقته للكل يعني. الله يوفقنا وياه، ثبتنا وياه على هذا الطريق. لكن نريد في الختام رسالة توجهها لعموم الفنان. أنت رجل شقيت الطريق هذا قديما، ثم نفع الله بك ويسر الله لك جانب من جوانب الخير والدعوة، وهو الاستقامة والثبات على هذا الدين. أرسل لنا رسالة من هذا المنبر إلى عموم الفنانين، شو تقول؟ أقول والله إن القلب يتألم يا شيخ، لأنك تشوف ناس يعني فعلا مساكين، يعني ما تقدر تقول عليهم أكثر من كذا. وش يعني فنان؟ وش سويت أنت؟ وش عم يعني أفدت الأمة بإيش؟ إنك أغويت ناس الله المستعان يعني، وناس اتبعوك، وسبحان الله يعني كذا خطواتي يا أخي شيخ سبحان الله يعني، اتبعوا في هالأغنية وفي هالأغنية، وسبحان الله ذكر يعني هذا موقف مهم جدا يعني. فيه أغنية للفنان أذكره تفضل للفنان عبد المجيد عبد الله، معروفة جدا يعني، كانت معروفة على فملحنها أيضا صديق، وأسأل الله أن يهديه لجادة الحق والصواب. فيقول أنا يكفيني، شوف سبحان الله تسويل يعني الشيطان وكذا يعني، يقول أنا تكفيني كلمة